اهلا 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 بيكم، ونبدا مع بعض الفقرات بتاعتنا بقى. انا كنت ناوي اتكلم الحقيقه على الفته النهارده. لا انا ما اكلتش فته في رمضان خالص، وغالبا مش هاكل فته في رمضان علشان بحاول ان انا انزل وزني، لكن كنت ناوي اتكلم عن الفته حبتين، وبعد كده لقيت انه لا، في كلام ممكن يبقى اهم كتير من الموضوع ده، خصوصا لما الكلام ده يبقى متعلق بمسلسل انا متاكد انه هيطلع حلو جدا، بالاضافه الى انه اراء المشاهدين كلهم بيقولوا المسلسل في حلقته الاولى حلو جدا. رايي دايما هيفضل مجروح وهيفضل منحاز، لكن اقول ايه؟ طيب بس هو انا رايي في اكرم حسني هيفضل كده، يعني هبقى دايما بشجع اكرم، ودايما هبقى ببارك لاكرم، ودايما هبقى شايف انه اكرم بيعمل احلى مسلسل كوميدي في رمضان كما جرت العاده. بس دي حدوته هحكيها لكم بعد شويه، يعني على مسلسل مكتوب عليا. لكن خلوني ابدا معاكم الكلام بجد بقى على برنامج انا اشوفه مختلف تماما. في ايه بقى البرنامج ده؟ اختلافه في انه ترويج لكل ما هو جميل وبديع في مصر بشكل مختلف. اولا ما فيهوش الحاله المباشره بتاعت المكان ده جميل، المكان ده حلو، وزوروا المكان ده والكلام ده خالص. البرنامج هو برنامج نجوم السماء، علشان ما عملكوش فزورها. يعني لما تلاقي برنامج بهذا الشكل وبهذا الانتاج وبهذه التقنيات ويبقى المنتج النهائي الحلقة أو البرنامج ككل رائع للدرجة دي، كأنك بتتفرج على برنامج من البرامج التي تنتج في أوروبا أو تنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى سعيد قوي لما تلاقي أن كل صناع البرنامج مصريين، الإخراج مصري، المونتاج مصري، التصوير مصري، زملائنا الأعزاء وأصدقائي، يعني على سبيل المثال نبوي وكريم الشامي الاثنين من صناع هذا البرنامج، مخرجين البرنامج، يعني حاجة بتفرح بصراحة وحاجة تفرح جدا جدا جدا. مش بس انك بتشوف أصدقائك هم بيعملوا حاجة حلوة، لما تشوف زملاء ليك في المهنة من هنا من بلدنا في مصر بيقدم لك منتج زي اللي انت شايفه قدامك على الشاشة. الله، ده قدامك ورايا في نفس الوقت، يعني كل حاجة في البرنامج مظبوطة بالملي، مفيش حاجة بعد كده. وبعدين الرائع كمان انه نجوم مصر كلهم مشاركين في هذا البرنامج. وخلونا الاول نرحب بالنجمة رانيا يوسف معانا على التليفون. اهلا بيك يا رانيا، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. الله اكرم. اهلا يا يوسف، وكل سنة وكل الناس طيبة. وخليني في البداية برضو اقولك ابدعتي في المماليك يا رانيا، انا تابعته كله من الجلدة للجلدة زي ما بيتقال. ربنا يخليك. راني قولي لي على تجربتك اولا في البرنامج. انت قبل كده عملتي باراشوتنج؟ عملت قبل كده في اسبانيا في كوستا برافا، مكان اسمه كوستا برافا متخصص في الباراشوتنج، عملته قبل كده. بس الحقيقة انه تجربة في مصر مختلفة خالص، لانه انت بتشوف البلد من فوق شكلها حلو قوي. انا اولا نطيت من شرم الشيخ. ماشي. شرم الشيخ يعني الفيو من فوق وشكل البلد بالبحر بتاعنا، بلون البحر بتاعنا مختلف تماما تماما عن لون البحر في اسبانيا، مع ان انا من عشاق اسبانيا، لكن الحقيقه انا من عشاق بلدي اكتر، لانه أكيد. بحر بلدنا ما فيش زيه في العالم. يمكن معرفش اذا كنت تعرف ان انا كنت مضيفه قبل كده زمان، يعني اول ما ابتديت حياتي. أيوة. فانا لفيت العالم وشفت شواطئ العالم وشفت بلاد كتير قوي، ما شفتش في جمال شواطئنا ولا في الرمله بتاعتنا ولا في لون البحر بتاعنا ولا في جمال شواطئنا ولا الرمله بتاعتنا ولا الجو بتاعنا، كمان جونا، الجو اللي احنا بنتميز بيه جو دافي. فالحقيقه انا استمتعت بالتجربه جدا جدا جدا. طب رانيا، بما انك انت بقى محترفه باراشوتنج، السؤال بقى، انت عارفه احنا تلات ارباعنا عنده عقده الخواجه، فيجي يقول لك بص انا ممكن اعمل باراشوتنج في اسبانيا، اعمل في امريكا، اعمل في تايلاند، اجي عند مصر واللي ما بلاش وقلق. لا 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 خالص، بالعكس، ده انا اعملها وانا عينيا مغمضه. انا يا ولد. انا اثق في ولاد بلدي ثقه عمياء، اولا محترفين الى اقصى حد، مواعيد، انتظام، مسؤوليه، احتراف، يعني فريندلي قوي، كانوا يعني لطاف جدا، مطمنه ان انا في وسط ولاد بلدي. ده بالعكس،
ده بالعكس جدا، ده انا لو كان جرالي حاجه بره ما كانش حد هيعرف انا جرالي ايه. لا لا لا، ربنا يحفظك. لكن هنا في مصر لا طبعا، في وسط ولاد بلدي لا طبعا، انا مطمنه اكتر في بلدي في وسط ولاد بلدي طبعا. حلو جدا، تكرري التجربه دي تاني في حته تانيه. ده انا اكررها كل ما اروح، انت عارفني مجنونه وغاويه شقاوه، اكررها كل ما اروح، ده انا لازم اكررها. وعلى فكره انا بعت لبناتي وقلت لهم انا عملت كذا، قالوا لي برافو يا مامي، ولازم نعمل مع بعض يعني ان احنا نعمل كده تاني كلنا مع بعض. فقلت لهم يلا انا بشجع. ايه ده يعني تشجعي البنات كمان يجربوا؟ طبعا. بص يا يوسف، هو الواحد كل ما بيكبر شويه كل ما بيبقى بيزيد عنده الخوف، فانت لازم كل فتره تعمل حاجه تكسر بيها حاجز الخوف اللي بيتبني مع العمر. انه احنا واحنا صغيرين في السن قوي بنبقى مندفعين ومش حاسبين ابعاد اي ريسك بناخده، لكن كل ما بنكبر شويه كل ما الخوف بيزيد على اولادنا على حياتنا على حاجات كتير قوي. ما بيبقاش خوف على نفسك على قد ما بيبقى خوف على اللي حواليك اكتر، ان انت ان في ناس ماسكه فيك اكتر فانت خايف عليهم. فكل ما بتكبر كل ما حاجز الخوف بيزيد عندك اكتر، انت لازم كل فتره تعمل حاجه تكسر بيها حاجز الخوف ده وترجع تاني طفل تلعب وتعمل حاجات مجنونه وتبقى مندفع وتبقى شقي وتبقى لطيف وتعيش تاني من جديد. بس نجرب يعني، انا مستعد اجرب وانا على مشارف الـ50، مفيش عندي ازمه يعني. الكلام مشجع بصراحه. وعلى مشارف الـ90 كمان تجرب وماله، ما يجراش حاجه ما يضرش، بالعكس هتبقى تجربه اكيد لطيفه. رانيا، ايه اللي جاي بقى في الدراما والسينما؟ كان للاسف كان مسلسل، كان ليا مسلسل نازل بس للاسف ما لحقناش نخلص، اسمه عالم تاني. للاسف ما لحقناش رمضان لان احنا ابتدينا متاخر وعملنا له دعايه متاخر وكده، فما لحقناش نخلص. اوكي، فربنا يسهل ويتعرض بعد رمضان يا رب. وفرصه انه دلوقتي بقى ما بقاش عندنا موسم رمضان بس، بقى احنا عندنا السنه كلها مواسم. بالظبط. الحمد لله، اشكرك جدا 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 يا رانيا، وبالتوفيق دايما. على التجربه الحلوه، وعايزه اقول لك ان انا دايما بقول دايما بشبه بلدي انها ست جميله قوي قوي، بس عايز يعني دايما تبقى عايز تبين جمالها، والحقيقه ان البرنامج ده فعلا بين جمال مصر. صحيح. حقيقه عندك وانت حق. هتشوف على مدار 30 حلقه اماكن يمكن احنا نفسنا كمصريين ما نعرفش انها موجوده في مصر من جمالها، فاحنا هنشوف حاجات حلوه قوي في الحلقات الجايه، اماكن تحفه في مصر. انا بشجع السياحه الداخليه جدا 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 جدا. والله كلنا معاكي، انا بشكرك جدا على التجربه، اشكرك على التليفون، اشكرك على تشجيعك بالمناسبه للسياحه الداخليه في مصر. كل الشكر ليكي النجمه الكبيره رانيا يوسف. بالمناسبه الحلقه اللي انتم شايفينها قدامكم على الشاشه ده جانب من الحلقه بتاعه رانيا يوسف في نجوم السماء، والبرنامج بيتذاع هنا على القناه الاولى الساعه كام يا جماعه؟ بيتذاع بعد اذان المغرب مباشره. يعني انا ادعوكم وانتم بتفطروا كده، هوب افتح القناه الاولى اقعد اتفرج على نجوم السماء، هتستمتع جدا. هتستمتع بايه بقى؟ هتستمتع باماكن جديده، هتستمتع بمواقع جديده. بالمناسبه انا بعتقد، انا واحد من الناس اللي بتعتقد ان احنا اغلبنا ما شفناش اغلب مصر. يعني انا ساعات كتير بقعد افر كده على التيك توك لقيت شانل لطيفه خالص بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الاماكن المختلفه اللي في مصر، مش عارف ايه في اسوان وايه في سيوه وايه في البحر الاحمر وايه في الوادي الجديد. اكتشفت ان انا ما شفتش حاجه تقريبا، وانا ادعي ان انا مشاء متجول وبسافر كتير. فتخيل احنا ما شفناش على الاقل 70-80% من بلدنا. فانا ادعوكم انكم تتابعوا برنامج نجوم السماء كل يوم بعد الفطار مباشره. هتتفرج على حاجات كتيره في البلد، وهتشجعك انك تروح تتفرج وتزور وتجرب. توكلوا على الله في نجوم السماء. ارجع بقى المكتوب عليا، اكرم حسني. احنا اكرم معانا على التليفون؟ لسه ما دخلش على التليفون. دخل على التليفون معانا كرومي. الو، ده انت يا جو كرومي، ازيك يا اكرم؟ انا اقدر ما ابقاش على التليفون، انت حبك بس شاور كبير والاول والاخير. اخويا اخويا عشره عمر اكرم، دايما رافع راسي كده مفرحني حبيب. قدام زملاتي. لا ده انت اللي تشرف اي حد وحد. لا يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، والف الف الف مبروك على المسلسل اللي من الحلقه الاولى مكسر الدنيا يا اكرم. الله يبارك فيك يا يوسف، الله يبارك فيك. بس دي كما جرت العاده يعني. الحمد لله، والله فضل من ربنا.
اكرم، انا دايما اقعد اقول ان انا شهادتي مجروحه فيك، فكل ما هتكلم عنك هتلاقيني دايما بتكلم بشكل ايجابي، بس انا لافت عشان نظري عشان الناس بس عارفين ان احنا اصحابي. اصحابي عايشه يا عمر، ده احنا اخويا يا اكرم. يا نهار ابيض، أيوه. مش عايز اقول اسرار كتير بس تمام. بص احنا على الهوا. اكرم قول لي بقى، انا لافت لنظري جدا ان انت في اكتر من مسلسل فاتوا بدات تعمل الحان وتكتب كلمات وتعمل اغاني لطيفه خفيفه، ايه اللي خدك الناحيه دي يا اكرم؟ والله بص انا بحب موضوع الاغاني ده بشكل عام، يعني بحب اسمعها. صح. واكتشفت بقى لي فتره كده اني يعني بحاول اوظفها كده جوه المسلسلات والافلام والحاجات دي، وبلاقي قبول عند الناس، يعني دايما بيرجع بيجي لي فيدباك حلو. وانا بحس ان انا ببسط بصراحه وانا بعمل اغاني، سواء على مستوى الكتابه، انا ما اقدرش اقول ملحن يعني، بس انا ساعات بيجي لي جمل لحن كده ايه تخدم على الفكره اللي مكتوبه فبيسموني ملحن، لكن انا لا دارس موسيقى ولا ملحن، هي جملة بتيجي في دماغي بوظفها. بس انت من زمان بتعمل كده، من ايام ما كنا مع بعض في نجوم افهام كنت بتشتغل على حاجات متعلقة بالتترات بتاعة البرامج بتاعتك وحاجات كده. ما بقول لك انا بحب فكرة انا راجل بحب المزيكا، بتخرجني دايما من المود، فانا يعني بعتبر ان الاغاني دي واحدة من الادوات كده اللي بتخدم على الشغل فبتبسط بيها. كلمني عن مكتوب عليا. مكتوب عليا مسلسل بدأنا نشتغل عليه من حوالي 7 شهور بشكل، ومش بقول كلام والله يعني مثالي ولا مزاجي، بس هو احنا بقالنا 7 شهور بنشتغل يوميا يوميا، انا والاستاذ خالد الحلفاوي المخرج اللي انا بتفائل بيه جدا وبكن له كل احترام وتقدير، لان هو فعلا يعني فنان ابن فنان وما بيبخلش على شغله بأي مجهود، وعنده وجهة نظر ودمه خفيف وعنده ضمير، يعني كل الحاجات الحلوة. مع المنتج كريم ابو ذكري، وخالد وكريم احنا عملنا مع بعض الوصيه. صحيح. فانا مبدئيا كده متفائل، يعني من اول ما بدانا نقول في فكره ونشتغل مع بعض كان عندي تفاؤل. زاد على كده السيناريست ايهاب بليبل. كان جايب لنا فكره المكتوب عليا، الشخص اللي بيتكتب على دراعه الاحداث اللي هتحصل. فعجبتنا الفكره وقعدنا بدانا نشتغل عليها ونطور فيها لحد ما اهو احنا ده النهارده تاني يوم، والناس الحمد لله فضل من عند ربنا بيشكروا في المسلسل. طب لمن لا يعلم، هو اكرم حسني من اكتر الناس المنظمين اللي انا شفتهم في حياتي، امبراطور القلم والمسطره والجداول وبالفريم مش بالثانيه. بس بقى عشان ما اقولش للناس انكم كنتوا بتقعدوا تتريقوا عليا وانا بعمل الحاجات دي. ده صح برضه. ايوه، اصل احنا مش بقول نخش الاستوديو نلاقي اكرم قاعد جايب ورق وقاعد عمال بيسطر وبيعمل جداول لكل عشر ثانية بدون مبالغة. أكرم بيعمل كده. أكرم أنت لسه بتعمل كده في الشغل بتاعك في مسلسلاتك، بتقعد تقيس بالمسطرة؟ أنا لو وريتك الورق التحضير بتاع المسلسل بالجداول، بمشهد مشهد، بمين الممثلين، بالملابس عاملة إزاي، يعني كده كده في أقسام بتعمل ده، الإخراج والملابس والديكور، أنا بقعد أعمل تفريغاتي أنا الشخصية عشان أبقى داخل كل مشهد عارف مين الممثلين اللي فيه، عارف حالة المشهد ايه، عارف علاقتي بالناس اللي انا جوه المشهد دول، احنا في حالة حب ولا كره ولا عداوة، يعني هو نفس الجدول ما اتغيرش. اكرم انا هقول لك على حاجة حصلت اول امبارح. محمود اخو مراتي قال جملة لطيفة جدا، كنا بنتفرج على البرومو بتاع المسلسل اول امبارح. فقال لي بالظبط كده، قال اكرم من القليلين اللي عرفوا يخرجوا بمنتهى البراعة والسلاسة من الشخصية الواحدة. والله بص يعني مش عايز ادعي ان دي شطارة قد ما هو توفيق من ربنا. انا اجتهدت ان انا ما احبسش نفسي جوه شخصية ابو حفيظة. وقعدت سنين على يدك يعني بحاول مع المنتجين اقول لهم يا جماعة ما تعالوا نخرج وتعالوا ممكن نعمل ده وممكن نعمل ده، وعادة يعني بيبقى جهة الانتاج عايزة تلعب على المضمون. فهو انا اجتهدت بصراحه وسعيت، والتوفيق بتاع ربنا كرمني كرم كبير جدا في ان انا اخرج من شخصيه ابو حفيظه وما اخرجش خسران. طب خليني اسالك سؤال يبدو فلسفي حبه اكرم، معلش بس عشان الناس متعوده على اكرم انه الممثل الكوميدي اللي بيموتنا ضحك، بس هم مش عارفين ان اكرم كمان راجل دايما عنده فكره، وده بجد والله مش مجامله بقى، انت عارف يعني انا مش هجامله. الكوميديا الحلوه يا اكرم، انت دلوقتي تقريبا 16 سنه صح؟ 16 سنة كوميديا تقريبا. الكوميديا الحلوة اللي المصريين بيحبوها تركيبتها ايه؟ توليفتها ايه؟ بص
دي معادلة في منتهى الصعوبة، عمرك ما تقدر تقول تركيبة الكوميديا اللي تنجح ايه ولا سر الخلطة ايه، لان لو تعرف كان كل الناس عملته. زائد ان احنا كمان الشعب المصري او الوطن العربي بشكل عام احنا عندنا خفة دم كده بالفطرة، ربنا خلقنا ناس بنحب الضحك وبنحب الهزار ودمنا خفيف، فانت عشان تخاطب ناس دمها خفيف دي بتصعب المسؤولية عليك انك ازاي تضحك واحد دمه خفيف. صح. فالواحد بيحاول يجتهد يشوف زوايا مختلفة من خلق المواقف اللي تطلع ضحك، وفي الآخر الجمهور حساس بيحس انت تعبان على ده ولا لأ. فهو ما عندناش والله سر خلطة، هو الواحد بيجتهد والناس عشان بس دمها خفيف وربنا يعني بيبقى كاتب لك كده ان يلا هجازيك على تعبك، فبيقولوا ان احنا دمنا خفيف. عمرو عبد الجليل عامل معاكوا ايه؟ الو اكرم، هو الشبكه تقريبا مش الطف. أيوة. حاجه انا بصور. بقول لك عمرو عبد الجليل عامل معاكوا ايه؟ يا نهار ابيض على اللذاذه يا جماعه، يا نهار ابيض على اللذاذه وخفه الدم التلقائيه اللي مش محتاجه حاجه. يعني استاذ عمرو من غير ورق ومن غير سكريبت ومن غير حاجه دي موتنا من الضحك، فما بالك بقى لما يبقى مكتوب نص فيه مواقف بتضحك، فيه فرضيات بتضحك. هو الاستاذ عمرو انا من حظي صراحة ان انا بشتغل معاه، وهو اضافه كبيره جدا مش ليا انا بس لاي حد بيشتغل معاه، وهتشوفه ده من اول ظهوره ان شاء الله باذن الله. انت تخلص تصوير امتى؟ يعني مفترض ان احنا النص الثاني من رمضان، ممكن يبقى يوم 20 رمضان في الحته دي. حلو. وتنورنا في الاستوديو ده امتى؟ ده انا ليا الشرف في اي وقت، انت عارف علي. انا احب اكون معاك في اي مكان حبوبي. قول لي كلام مش كلام هوا، قول لي كلام مش كلام هوا. انت عارف والله اخلص وابقى معاك اللي انت تؤمر بيه. توكلنا على الله، الامر لله، ربنا يا رب يوفقك يا اكرم ويزيدك وتبقى اسطع نجوم الكوميديا في العالم يا حبيبي. واشوفك وانت بتستلم احسن الجوائز في الدنيا، مش بس اوسكار خلاص بقى اتلطت، مش مشغولين بيها. حبيبي يا اكرم، ربنا يا رب يوفقك. ميرسي يا جو، دايما كده ظهر في ظهر بعض وسند لبعض يا رب دايما يا رب. ربنا ما يحرمني منك كده ولا من جدعنتك دايما يا رب. يخلينا دايما لبعض يا اكرم، دي اخوه وعيش وملح قبل ما تبقى زماله وصداقه. ربنا يخليك يا اكرم. كل الشكر لنجمنا الكبير اكرم حسني. هنروح فاصل؟ طيب ماشي، تعالوا نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل. نفسي اكلمكم عن الفته. فاصل ونكمل الكلام. الفتة ليها علاقة بحاجات كتير مما يحدث في حياتنا، بس خليني أرجعك لحكاية الفتة ليه بس؟ عشان عايز أقولك إنه الفتة اللي احنا نعرفها دي فتة بقى باللحمة الضاني، فتة باللحمة البتلو، فتة كوارع، فتة وعليها مثلا يعني شوية حاجات ملبسة مع شوية مواسير كلام من ده، دي بتبقى اسمها أصلا من أيام المماليك يسموها فتة شكمبة. عارف يعني ايه فته شكمبه ولا؟ وبالمناسبه مفيش حد هيقول لك الكلمه دي غيري. بص، ولا الاستاذ عمرو اديب هيقول لك على الفته شكمبه، شو امبراطور الاكل في مصر، مش هيعرف الفته الشكمبه زي ما انا عارفها. معلش يا استاذ، اخوك الصغير وحبيبك بقى، بس يعني ايه لازم واحد يشب عن الطوق برضه. الفته الشكمبه دي بص، يقول لك فته شكمبه بالكوارع وعليها الدقه والشطه. دقتها بقى اللي هي ايه؟ اللي هي بقى ايه، شويه التوم مع شويه كزبره ناشفه، وبتاخد لها تشويحه سريعه كده ومديها على الوش. طب ايه قصه شكمبه دي؟ الكلمه دي كانت دائما ما ينطقها المماليك، ولا احد يعلم ما هو اصل كلمه شكمبه، الا انه اغلب الظن لما يجي يقول لك فته شكمبه يعني بشوربه او مرقه دسمه. بس لما يقول لك شكمبه بقى هي مش دسمه وخلاص، يعني لازم تبقى اصلا لحمه راس، كوارع، حاجات من الحاجات اللذيذه اللي زي عكاوي كلام من ده. غير كده لا يصح قول فته شكمبه ابدا ابدا. وشكمبه ده طبعا زي ما انتم عارفين ده ضرب شكمبه الشهير في منطقه السيده زينب، وسموه ضرب شكمبة مش عشان الفتة، لكن عشان كان يسكنه رجل من الأغنياء والأمراء. بالمناسبة شكمبة ده أو ضرب شكمبة وسوقة الليلة اللي هم بتوع أوبريت الليلة الكبيرة اللي كتبوا العظيم صلاح جاهين ولحنوا العظيم سيد مكاوي، ده كان سكن الأمراء والأغنياء وما إلى ذلك.
وكان يسكنه رجل اسمه شكام باباشا في وقت من الأوقات، وكان المكان ده بطبيعة الحال عشان يسكنه الأغنياء، فكان يبقى فيه الحمامات اللي الناس بتستحمى فيها، مش ويبقى فيه الأسبلة اللي الناس بتشرب منها وما إلى ذلك. فكان هناك حمام شكامبا بجانب قصر شكام باباشا، فسمي هذا الشارع بضرب شكامبا. حدوتة بقى سوقت الليلة هبقى احكيها لكم بعدين. لكن إيه ارتباط الفتة باللي بيجرى؟ الفتة يغترف منها من شاء فليغترف، وللأسف البعض بيقرر أنه يغترف من كرامة المصريين كيفما يشاء، عن عمد عن غير عمد أنا معرفش، ما أقدرش أدين حد، بس أقدر أتطرق بالإدانة إلى أنه ليس من المقبول بل هو من المرفوض رفضا كاملا وبالكلية السخرية من وضع اقتصادي لشخص أو من وضع اجتماعي لشخص أو من وضع مالي لشخص. فلما يجي إعلان يقرر إنه يسخر من بني آدم علشان لابس هدوم مقطعة أو دايبة، إزاي؟ ده مش بس كده، ده هذا الإعلان صور الطبيب في أسوأ صورة، في حين إنه الأطباء ومهن الطب والطواقم الطبية بشكل عام دول الناس اللي احنا من واحنا صغيرين يقولك بنسميهم ملائكة الرحمة، دول الناس اللي ربنا بعتهم علشان ياخدوا بإيدينا إلى آخره. فأنا أطلع حد بيمتهن هذه المهنة العظيمة، أطلعه بيسخر من فقر بني آدم وقول لهم طلعوه ادوله 200 جنيه وخلوه يروح لمجرد أنه مش عاجبه لبسه، عشان لبسه منتش ولا مقطع ولا دايب؟ هو احنا وصلنا لفين يعني؟ يعني اللي عمل الإعلان واللي فكر فيه كان بيفكر في إيه؟ والشركة اللي خدت القرار انه ده اعلان حلو جميل عاوزين نزيعه بقى برضو كانوا بيفكروا في ايه؟ يعني هو عدمة الافكار وخلصت الافكار، ولا انه كرامة الناس اصبحت سداح مداح؟ لهذا انا واحد من الناس استأت من الاعلان كل الاستياء اللي ممكن يجي على بالك، كل الاستياء، مفيش حاجة في الدنيا مهينة الى هذا الحد. فرحت أول ما عرفت قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. قرر المجلس مشكوراً وقف عرض إعلان هذه النوعية من أو الشركة أو المصنع أياً كان لهذا النوع من الملابس، لأنه بمنتهى البساطة المجلس رصد عدد من المخالفات شابت هذا الإعلام. السنة دي الإعلان ده بتاع الشركة دي غريب، خالف تقريبا كل المعايير، بس يمكن طبقا للمجلس قال لك كده، خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد. طبعا ده بخلاف إنه الإعلان أثار استياء الغالبية العظمى من الناس، ده لو ما كانش كلهم، وخصوصا نقابة الأطباء، لأنه أهين الطبيب في هذا الإعلان، يهان المواطن ويهان الطبيب في إعلان واحد، كارثة. فالنقابة هي كمان اشتكت، وده لأنه هذا الإعلان تضمن المحتوى اللي بيتعارض مع الأداب والأخلاقيات والأعراف بتاعت المجتمع المصري، شيء يتعارض مع الأدب والسلوك والذوق العام. وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق اللي نص على عدم التحقير من الأشخاص، فحقر المواطن في هذا الإعلان، وامتهن الطبيب في هذا الإعلان لأنه حقر من مواطن في الإعلان ده. طبعا ده مش طبيب، ده راجل بيشتغل موديل، يعني مش بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على الفكرة في حد ذاتها. دي مخالفة لكل حاجة، مخالفة إعلانات، مخالفة أكواد درامية وإعلانية، وخصوصا البند، عشان تبقى أنت عارف، لأن أنت المعني بذلك عزيزي المواطن، بند اسمه البند رقم 4 بينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية. أيضا المادة 16 من لائحة الجزاءات واللي بتنص على استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور، مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف. فخليني بشكر مرة تانية الهيئة على هذا القرار المحترم، لا ده قرار تاريخي بالمناسبة، حقيقي يعني، لأنه هذا قرار من شأنه أنه يعيد للمواطن المصري
كرامته وعزته، من شأنه يعيد للطبيب المصري مكانته وإنسانيته بعد أن حاول هذا الإعلان بقصد أو عن غير قصد نزع الإنسانية عن الطبيب ونزع الكرامة عن الإنسان. استأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. أهلا وسهلا بيكم معنا، بنكمل مع بعض برنامجنا التاسعة. شوف يعني هو كل رمضان لازم هنتكلم على التغذية السليمة، ده واحد. اتنين، أحلامنا غير المتحققة دائما من احنا ازاي نقدر نقلل وزننا ونحافظ على جسد او نحاول استعادة جسد رشيق بشكل من الاشكال، خالي من الدهون والشوائب زي ما بيتقال. كمان ولادنا اللي عندهم مدرسة، كل ولادنا في المدارس دلوقتي، العام الدراسي الحمد لله مستمر بنجاح، ولادنا بعد كده هيخشوا امتحانات الى اخره، عشان العيال تعرف تاكل بالمظبوط وما تتخنش، ودي حاجة مهمة جدا عشان نلاحظ ان الاجيال الجديدة متختخين كده، وفي نفس الوقت يوصل له تغذية كافية وأكسجين كافي المخ ويقدر يروح المدرسة الصبح بالسلام وتمام، ويرجع يكمل مذاكرته ويحل واجباته ما يشعرش بخمول إلخ إلخ إلخ. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك. إزاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم. الولاد ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه وياكلوا امتى وكم وجبه؟ يعني افطار وسحور وشكرا ولا ينقنقوا؟ لا، هو الفكره انه يبقى افطار، ايوه، وبعدين في وجبه بعد الفطار بثلاث ساعات مثلا او ساعتين، والسحور طبعا. ماشي. المشكله اللي بتواجهنا حضرتك ان مش عدد الوجبات اللي بيواجهنا، نوع الاكل. حلو. الاكل لو تاخد بالك ان سن المدرسه اغلب اكلهم اللي هو الحاجات الجاهزه، الحاجات المحمره، يعني دايما البطاطس المقليه او الشفتيات او المياه الغازيه، يعني انت تلاقي الاساس بتاع اكلهم هو ده. أوكي. ما عندهمش فكره زي ما احنا كنا زمان مثلا ناكل ساندوتش الجبنه او ساندوتش البيض او ساندوتش المربى، كنا احنا زمان كده، او ناخد معانا فاكهه، يعني كل الحاجات دي احنا كنا بناخدها، وكان قبلينا الجيل اللي قبلينا كانت حتى المدارس بتدي البيض وبتدي اللبن، يعني الوجبات كلها كانت صحيه. المشكله ان دلوقتي الكانتين واللي بيتباع فيه كله حاجات معلب، حاجات جاهزه، كله حاجات مقليه، يعني تقدر تقول سعرات عاليه وزيرو فايده. فهي دي المشكله، يعني مشكله دلوقتي نوع الاكل، وده عمل لنا حاجتين، عمل لنا سمنه مفرطة في سن صغير جدا للأسف. لو حضرتك تاخد بالك، للأسف. الحاجة الثانية ان مفيش قيمة غذائية في الأكل. طيب يعني تنصحينا بانه الولاد يفطروا ايه؟ يعني تبقى شكل وجبة الفطار متضمنة ايه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بعيدين تماما على فكرة الخضرة او السلطة. دي مش موجودة. يعني احنا كل الأمهات وكل البيوت طبق الرز او المكرونه وعليه حته فراخ او قطعه لحمه وكان الله يحب المحسنين، وهو كده يعتبر ان هو كل. ماشي. فاللي انا عايزه اقوله ان مش هو ده الاساسي، يعني فبقيه الوجبات بتاعتنا يا عيش يا رز يا مكرونه، هي دي الوجبه الاساسيه، فكلها عباره عن نشويات. والنشويات وزياده، يعني بزياده قوي، فالنشويات الكتير دي هي اللي بتعمل السمنه المفرطه اللي انت شايفها، وبالتالي السمنه دي تعمل الضغط وتعمل السكر في سن صغير. يعني احنا كنا زمان نقول دايما السكر النوع الثاني ده بعد ال 40 سنه. النهارده احنا بنشوفه في 12 سنه و 13 سنه اطفال بسبب للأسف. الوزن الزياده للأسف. وده سببه انه الاكل بتاعنا زي ما قلت لك ما بين المدرسه الكانتين الشيبسيهات والمياه الغازيه، وما بين في البيت المين، يعني الاكل الاساسي في الطبق يا رز يا عيش يا بطاطس يا مكرونه. يعني احنا ننصحهم يزودوا كميه البروتين في الوجبه زائد الخضروات والالياف. يعني الخضار كخضار مثلا بسله وباميه وفاصوليا، مفيش حد بياكل الكلام ده خالص. الخضار ما بتاكلش، فاحنا عايزين نرجع ده يتاكل حتى لو بطرق حديثه. الحاجه الثانيه طبق السلطه يبقى موجود، لازم. مهم جدا، يعني لازم الولاد تتعلم ان في حاجه اسمها طبق سلطه، في حاجه اسمها خضار، مش لازم الطبق يبقى مليان نشويات، لا، الطبق لازم يبقى متوزع ما بين طبق سلطه وما بين خضار وما بين نوع نشويات
ويا ريت بلاش المياه الغازيه، يعني بجد ده كارثه والله العظيم. يعني انا مش عارفه. وبلاش العصاير اللي مليانه سكر دي. بص هقول لك حاجه، العصاير دي قصه كبيره. العصاير ده، العصاير في عندنا العصاير الطازه دي حاجه كويسه حلوه، ولكن احنا لو جينا نقول هو الفاكهه دي احسن لنا ناكلها ولا نعصرها؟ ناكلها. هقول لك الاساسي الفاكهه ناكلها طبعا. الفاكهه ما يعني ربنا ما خلقهاش عشان تتعصر، لا هو ربنا خلقها عشان ناكلها بأليافها بفايدتها بكل حاجتها. لكن فكره العصر ده فكره يعني غير صائبه بالمره، يعني فكره غلط بصراحه جدا. طب دكتور ليندا، يعني حضرتك عارفه تدي الطفل انه ياكل فاكهه احسن ما تديله عصير. حضرتك عارفه يا دكتور ليندا، دايما كده تلاقي الولاد بعد الفطار والكبار بالمناسبه يخلص فطار كده يقول لك ايه، اخد لي حته كنافه، اخد لي حته بقلاوه، اخد لي مش عارف طبق مشمشيه، اخد لي مش، والناس تقعد في حاله من حالات السباق على اكل الحلويات لحد ما يجي ميعاد السحور، ودي في حد ذاتها انا اظنها كارثه. دكتور ليه؟ انا هرد على حضرتك. قولي لي يا فندم. مفيش حاجه اسمها بالذات في رمضان ان احنا نقول للناس انت محروم من اكل كذا، لكن احنا نقول في تنظيم الاكل، يعني احنا نفطر وتمام كده، وبعد كده نستنى ساعتين ثلاثه، يعني مثلا على الساعه 9 ناخد حاجه حلوه. بس كلمه حاجه حلوه خد بالك، أيوة. حتى طبق الحلويات طبق صغير مش زي طبق الاكل، فده معناه انه اللي المفروض لما نحلي ناخد كمية صغيرة، لكن ما ناخدش كمية كبيرة. وبعدين ما يبقاش العرض متواصل من ساعة الفطار لحد السحور، كل شوية عمال شوية من هنا وشوية شوكولاتة وشوية بسكوتات وشوية حلويات شرقية، يعني هو مش عرض مستمر. لا، هو الفكرة ان احنا عايزين نحلي، احنا مش مفيش حرمان، ولكن في تحلية بكمية معقولة. يعني انا عندي مثلا الساعة 9 الساعة 10 ده او احط وقت الحلويات. في ناس تحب الحلويات بعد الفطار على طول. انا بقول دي مش صح، تعمل لهم تخمه وتعمل لهم بجد تقل وتلاقيهم يعني يخشوا في مشاكل صحيه. فاحنا لو فصلنا الوقت بتاع الحلويات عن الفطار، ودي اول حاجه. الحاجه الثانيه الكميه تبقى معقوله، لكن ما فيش حرمان. لكن لو سالتني طب ايه انه احسن انواع الحلو اللي ناكله، اقول لك الخشاف من افضل الانواع. ماشي. اولا حلو، طعمه حلو، وهو فواكه مجففة ومكسرات نية. من أحسن أنواع التحلية هو الخشاف في رمضان. ماشي. يعني في رمضان شوية خشاف واقفل على كده. بالظبط. لو في لو في عندنا مثلا مرتين في الأسبوع أجيب مرة كنافة مرة قطايف، ما فيش مشكلة، وبرضه الكمية تبقى بسيطة. أصل أنا كده برضه أنا خايف من إيه يا دكتور؟ أفضل هو الخشاف. أنا خايف من إيه يا دكتور؟ إن الحاجات دي كلها عبارة عن كارب وكمان سكر، فعمليا الناس هتخرج بعد رمضان بسم الله ما شاء الله يسدوا عين الشمس. وده اللي بيحصل، لان برضه ارجع واقول لحضرتك مش الفكره انهم بيدوقوا، هي الفكره انهم بيشيلوا بنص الصينيه كده. يعني الاكل بيتشال بنص الصينيه مفيش ذوق. فاحنا لو نخلي مثلا الحلويات الشرقيه مش لازم كل يوم. ده طب اخيرا وجبه السحور الخشاف، الخشاف بديل حلويات صحي وكويس جدا. ماشي. والولاد اللي هم في على الامتحانات احسن تحليه ليهم هو الخشاف. اوكي. السحور يا فندم. السحور عندنا طبعا الفول، عندنا البيض، عندنا الجبن البيضاء، الزبادي، كل ده معانا. الحاجه اللي عايزه اقولها، الغلطه اللي بتتعمل المخللات اللي على السحور دي غلط جدا، بتعطش قوي. قلنا كده يعني لو الناس بتحب مخللات، لان احنا انت عارف في رمضان يعني ده موسم المخللات. يفضل على الفطار. ليه؟ هنقدر نشرب ميه من الفطار للسحور وما نكترش برضه، عشان في ناس بتشوف طبق المخلل كده يروح مصفي الميه بتاعته ويحطها جنبه في كوبايه ويقعد بقى يمزمز. يعملها على الفطار ما بلاش. صح، بس على الفطار ما بلاش. صح، ما بلاش. صحيح. بس هقول لك على حاجه، يعني في يقول لك نص العمى ولا العمى كله. يعني هو طبعا المخللات يعني من لازم ناكلها بحذر، ان كميه الملح كثيره جدا فيها طبعا. لكن انا بتكلم على فكره ان ده بيتعمل في السحور، فدي مشكله. مشكله بصراحه. فخلينا على الفطار عشان نقدر ان احنا ناخد كميه بسيطه ونقدر نشرب ميه، لكن على السحور هيتبهدله تاني يوم. صحيح. الحاجة التانية المقليات، يعني تلاقي ناس حاطة بتنجان مقلي وبطاطس مقلية على السحور برضه. الله.
فتحتي لي رساله واللي في الامتحانات ناخد بالنا ان الحاجات المقليه بجد هتخلي الولاد تركيزهم اقل. احسن حاجه فيها كميه ميه كويسه هي الخيار، اعلى نسبه ميه. حلو قوي. يقعدوا يضربوا خيار وزبادي لما يقولوا كيف، احلى حاجه بالنسبه لهم، ويظبط كده علشان العطش. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل شكر ليك يا دكتور ليندا جاد الحق استشاري التغذيه على مجموعه من النصايح التي قد تفيد اغلبنا ان التزموا. طيب قولوا، احنا قلنا اللهم بلغنا رمضان، يا رب اكتب لنا عمره يا رب. لاول مره من وزاره الحج والعمره بالمملكه العربيه السعوديه تتيح الحصول على تصريح العمره للمصريين خارج المملكه من التطبيق بتاع اعتمرنا. طيب احنا معانا الاستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعوديه. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. طيب الله اكرم، ربنا يحفظك ومصر بألف خير يا فندم. اللهم امين. قول لنا يا فندم، احنا دلوقتي واحنا في مصر نقدر نخش على تطبيق اعتمرنا ونطلب تاشيره عمره؟ ده مش تاشيره عمره، تطلب تصريح عمره يا استاذ يوسف. طب اشرح لنا يا فندم، اشرح لنا. هو لا بس لو اذنت لي من 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 الساعه العاشره مساء بتوقيت القاهره اللي هو 11 بتوقيتنا، اصدرت خبر حصري لحضرتك يا استاذ يوسف. الله يخليك. اعلنت وزاره الداخليه السعوديه وتحديدا المرور السعودي تيسيرا للمعتمرين والمصلين، عملت خمس طرق للوصول الى الحرم المكي الشريف سواء للمعتمرين او للمصلين، وده يمكن لسه اول مره يعني لم ينشر في اي وسيله اعلام يا استاذ يوسف. الله يخليك. انا وهي الله يخليك. في عجاله طبعا الحافلات النقل العام، ودي تعد اسهل واسهل واسرع طريقه للتنقل، النقل العام الترددي للمنطقه المركزيه بالمحيطة. الناس فاهمين اللي موجودين هنا انا بقول ايه طبعا. حلو. سيارات الاجره، ودي بتوصل لاقرب نقطه للمسجد الحرام، والسيارات الخاصه عن طريق مواقف محدده للسيارات الخاصه، والمشي على الاقدام للاماكن القريبه من الحرم، وايضا تواجد عدد 27 نقطه مروريه حوالين المنطقه المركزيه المحيطه للحرم للتسهيل على المصلين. نرجع لموضوع اعتمرنا يا استاذ يوسف. أيوه. هو موضوع اعتمرنا دي لاول مره زي ما حضرتك تفضلت، فعلا هو عباره عن تطبيق الكتروني يحمل على الموبايل لمن حصل على تاشيره عمره او تاشيره زياره بانواعها. حلو. ولما نقول زياره بانواعها، الزياره العائليه وزياره التجاريه وزياره العمل. حلو. من حقه انه يدخل على الموبايل بتاعه يحمل هذا التطبيق الالكتروني ويحجز موعد وتصريح لاداء العمره في اليوم اللي يحدده وفي الساعه المحدده لذلك. جميل. طيب هيدخل ازاي يا استاذ يوسف؟ هيدخل على الموبايل بتاعه من الرقم العادي في انترنت، هيحمل تطبيق اعتمرنا. هيطلب منه الاتي: رقم جواز السفر، ورقم التاشيره الحاصل عليها ايا كانت التاشيره اللي انا قلتها قبل كده. حلو. ورقم التليفون المصري، وتاريخ الميلاد، وبريد الكتروني، وبلد القدوم. وبريد الكتروني دي مهمه جدا. ليه؟ لان بيتم ارسال رمز تاكيد من المملكه العربيه السعوديه على البريد الالكتروني. مظبوط حضرتك. وبكده يقدر المعتمر او الزائر يدخل يحجز موعد لاداء مناسك العمره في الوقت اللي هو حابب يحدده، وده الكلام ده بيتم في دقائق، يعني ده تسهيل، وفعلا ده تطور ملحوظ بتقوم بيه المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن. صحيح صحيح، مشكورين جدا على ذلك. أنا بشكرك أولا جدا أستاذ عادل، كل الشكر أستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وأنا أشكر جدا المملكة العربية السعودية على هذا الجهد الحقيقة المتواصل والمخلص للتيسير على المصريين لأداء العمرة بإذن الله. يا رب اكتبها لنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب النهاردة أقدر أقول لك إن إحنا في عندنا قانون للمسنين، وقانون المسنين له مزايا عدة، ودي حاجة مهمة جدا. طب إحنا عايزين نعرف هذه المزايا، خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الخط قطع، لكن هنعود مرة تانية لصديقي العزيز سيادة النائب أحمد فتحي، يكلمنا أكتر على مزايا هذا القانون إلى أن
نعود الاتصال. خليني هرجعك على مسألة الأداء بتاع مناسك العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كويس جدا القرارات اللي تم اتخاذها من قبل الداخلية السعودية زي ما قال لنا الأستاذ عادل، وكويس جدا كمان مسألة التطبيق اللي بيسمح ليك أنك أنت تختار اليوم والساعة اللي أنت هتتحرك فيهم تروح لأداء هذه الشعيرة المباركة، ربنا يكتبها لنا جميعا. سيادة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منور ورمضان كريم. الله اكرم عليك صديقي العزيز سياده النائب يوسف الحسيني وعلى الساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا سياده النائب. قول لنا مزايا قانون حقوق المسنين، وهذا امر نعلم انه عظيم. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا قعدنا دور الانعقاد الاول بالكامل لمشروع القانون اللي تقدم به السيد النائب المحترم عبد الهادي بيه القصبي رئيس لجنه التضامن الاجتماعي. وقعدنا نشوف ايه المزايا اللي كان بيقدمها القانون، وبعديها بفتره تقدمت الحكومه بمشروع قانون لحقوق المسنين في مزايا اخرى عن القانون اللي اتقدم من قبل النائب عبد الهادي القصبي، وبعد كده راح اتناقش في مجلس الشيوخ زودوا فيه حاجات ثانيه، وحاليا دلوقتي احنا بشغال يرجع لنا ثاني عشان يتم الموافقه النهائيه من قبل الجلسه العامه في مجلس النواب. وعايز اقول لحضرتك ليه انا بحكي ده، عشان كل يعني مشروع قانون بيتقدم بيبقى فيه ميزه بيتمتع بيها الساده كبار المسنين، ولما جالنا في الفتره اللي فاتت احنا عملنا جلسات حوار مجتمعي، فنزلنا في اكتر من قهوه شعبيه ونزلنا في اكتر من نادي عشان نسال الساده كبار السن هل القانون اللي جالنا من مجلس الشيوخ ده، هل حضراتكم يعني ده المزايا دي فعلا انتوا هتقدروا تتمتعوا بيها، حضراتكم عايزين مزايا اخرى؟ لقينا في الدستور حضرتك ان في ماده رقم 83، ودي ماده مهمه جدا ان هي تلتزم الدوله بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفر لهم معاش مناسب عشان يقدر يكفل لهم حياه كريمه. الكلام ده لما ترجمناه في القانون ايه اللي حصل، ودي كانت اكتر كلمه استاذ يوسف كانت كل الناس بتقولها، احنا محتاجين صحة جيدة، احنا محتاجين تأمين صحي شامل، فالقانون بيضمن ليهم حاليا دلوقتي ان بيبقى فيه تأمين صحي للسادة كبار السن. فرق القانون بين حاجتين مهمين جدا ما بين المسن والمسن الاولى بالرعاية، عشان السادة المشاهدين الكرام يعني لما يسمعوا يعرفوا السن بيبدأ من كام سنة، بيبدأ من 65 سنة، والسن اللي هو المسن الاولى بالرعاية الدولة اهتمت بحاجات تخص المعاش زي ما الدستور بيكفل له معاش، برضه ده بيكفل له معاش ان يبقى في معاش من وزارة التضامن الاجتماعي يتمتع به شهريا. لما نزلنا سألنا السادة كبار المسنين انتوا ايه كان المشاكل اللي بتتعرضوا ليها؟ قال لك لما كنا بنروح لأي وزارة خدمية أو لأي بنك أو لأي حاجة بتقدر تخدم السادة كبار السن، للاسف كان بيبقى في طوابير كثيره جدا، الناس بتقف بالساعتين والثلاثه، فبقى في شباك مخصص للساده كبار المسنين ان هو يقدروا يتمتعوا بالخدمات اللي هم محتاجينها سواء من البنوك في شركات القطاع الخاص او من الحكومه والوزارات الخدميه. بيكفل القانون برضو ليهم حاجه مهمه جدا، ودي لما كنا بنتكلم فيها مع الساده كبار المسنين كان حاجه اسمها رفيق المسن. دلوقتي الدولة اتجاهها كله ان تقدر تروح دار من المسنين، بس في ناس بتقول لك لا والله انا عايز الخدمة تقدر تتقدم لي في البيت. وزارة التضامن الاجتماعي دلوقتي بتدرب شباب، الشباب دول هيبقى اسمهم رفيق المسن، وفي اللائحة التنفيذية حاطين الشروط بتاعتهم وايه المهام الوظيفية بتاعتهم، وده المسمى ان اي حد عايز حد يقدر يساعده في البيت ده هيبقى من خلال رفيق المسن. طيب الحاجات الثانيه المهمه، انا لو انا خلاص يعني ما عنديش منزل متوفر لي كحد من كبار السن وعايز دار من الدارات، عايز اقول لحضرتك استاذ يوسف ان دلوقتي عندنا 169 دار على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيخدموا دور المسنين. ولما عملنا جلسات الحوار المجتمعي كانت اكثر كلمه الناس بتقولها يعني حاولوا تحننوا قلوب ولادنا علينا. طبعا طب ده هيجي من خلال برضه في قانون العقوبات برضه حاطين اكثر من ماده عشان نقدر نشتغل على فكره ان لو لا قدر الله حد بيستغل والده او بيستغل والدته ويوديها دار عشان خاطر بقى قصه ميراث والحاجات للاسف اللي بتحصل في المجتمع، فبيبقى حاطين لها حاجه طبعا ماده رادعه
عشان نقدر نقول احنا الدوله بتحمي حقوق المسنين. اللي اكتر من ده كمان عايز اقول لحضرتك، ودي نقطه مهمه جدا، كانت الناس بتتخوف من ان انا افتح دار بسبب الضرائب اللي بتدفع. فالقانون بيعطي لو اي حد عايز يقدر يفتح دار دلوقتي بمجرد ما بيقدم اوراقه لوزاره التضامن الاجتماعي، فالدوله بتشجع الناس اللي هي لو عايز تفتح دار تبقى تحت مظله وزاره التضامن الاجتماعي. وكمان لما هيقدر يفتح دار لو المسن الاولى بالرعايه مش قادر يتكفل بمصاريف الدار، الدوله هي اللي هتتحمل المصاريف كامله. وكمان البند المهم اللي اتحط في القانون ان احنا بنجبر المسن اللي هو يفضل مستمر في الدار، لا دي حسب احتياجه ان هو قاعد مستريح شايف خدمه محترمه بتتقدم له. ده هيحصل ازاي؟ ده دورنا احنا الرقابي، ان لما ننزل لاكثر من دار ونشوف الخدمات اللي بتقدم عامله ازاي. وده الحمد لله في تعاون مثمر ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه الممثله في وزاره التضامن الاجتماعي. لما نزلنا وشفنا اكثر من ملاحظات لقينا حاجات محترمه جدا، فقلنا لوزاره التضامن الاجتماعي شكرا ان انت عندك اكثر من دار اللي بتقوله ده بطريقه كويسه. وللاسف لما نلاقي حاجات يعني في اهمال او في تاثير وزاره التضامن بتتدخل على طول. هيتم استخدام بالظبط كده، يعني في هيحصل في اجراء رادع مما لا شك فيه. سيادة النائب أحمد فتحي، أنا بجد بشكرك وبشكركم جميعا كل من عمل على هذا القانون. أنا بشكرك جدا سيادة النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عند صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتطبيقه بشكل عملي وفاعل، أنا بقول لك ده حاجة تكاد تكون أفضل، مش هقول لك أفضل، تكاد تكون أفضل مما يحدث في المملكة المتحدة بريطانيا. ومعروف أن بريطانيا من الدول اللي بتهتم جدا بحقوق المسنين في أنحاء المملكة، كذا الحال في شمال أوروبا. القانون ده لو طلع لائحته التنفيذية وبدأنا التطبيق، ده هيبقى حاجة 10 على 10، هيبقى ده جزء من الأحلام اللي ما ظنش أن احنا حلمناها لأنه كنا مهملين. أظن حاجات كتير بتحصل في البلد حلوة. انتظرونا فيما هو أحلى دائما. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، واستنونا دائما في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.